افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق بقب عباب الحارة في سيارة مطرها كحل الشاب طيار اسأل عنه بقولك واهي تروح على البزنس ولا ملاهي ولا ملاهي ألماني ألماني والفرنسي مش ياباني والهندي مش طلياني أقوم تقعد مكاني لا تقولي لكاني ولا ماني احضر يا ابو النباني ابو النباني يا ليلي يا ليلي يا ليلي الله الله عليك يا ابو السلمان حبيبي مبدع الله يسعدك حبيبي شكرا 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 تفضل تفضل اقعد يا ابو السلمان شكرا شوف يا ابو السلمان انا بدي اياك في موضوع شغل انا جاهز طيب نشرب اشي وبعدين نحكي اوكي يا لانا هاتي لنا اشي نشربه بالله شوف يا ابو السلمان انا جايب لك فرصه العمر يا سلام منتج كبير جاي من برا وهو بحب شغلك وبسمع اغانيك وحاب ينتج لك شغلك مش غلط جيبه نتعرف عليه انا بحب هاي الشغلات لا هو انا رح اعطيه رقمك هو رح يحكي معك واذا اتفقتوا انتوا بتخلص الموضوع بينك وبينه الرقم اللي عندك بلا ما تعطيه الرقم بدي اعطيك رقم البزنس شو رايك انت في رقم غير اللي معاي يعني اصلا بعد اذنك يعني ماشي شو رايك بتعالى فنان حسين السلمان وقوم علي بينا يا ابو السلمان قوم علي بينا الله يسعد لي قلبك بس ايش بدك يا ابو تالا الله يسامحك يا زلمه انا جبت لكم اشي تشربوه لا انا وصلتني اللي بتشتغل عندي بس انا هاي احلى فرصه في حياتي بالله عليك يعني انك بس صوره واحده صوره واحده ولا يهمك يا بيي شو بنموت عليك في الدار حبيبي يلا لا انت صورها بس والله ابشر بعد اذنك بعد اذنك يلا خلص يا ابو تالا اوكي سيبه. فيديو بس فيديو للبنت الصغيره بتموت عليه اذا كل يوم بترشش الفرشة عشانك ابو تالا يا تالا ما شاء الله يا تالا الله يكون بعونك عبوك يا تالا شايفته وتو جنني خلص يا ابو تالا بيطلع لك الله يسعدك الله وبيطلع له بيطلع له ابو السلمان بيطلع له ابو تالا احنا عم نشتغل يا ابو تالا انا اسف اسف انا بعرف لحظات فن هاي بس طلب صغير تفضل انا بموت في جمع التوقيع على طول ممكن توقع لي على طول يا ابو تالا هو في حدا ضل يجمع توقيع ورقه هاتك خليه خذ راحته بدك اياها خلاص يا سيدي زي ما بدك توقع بعد اذنك الله يسعد لي الفنان بتعرف اني كل ما احوش مصاري بعبر على تركيا بصرفهم سيدي الله يرزقك خلاص اوكي الله يسعدك وقع لي بس حاضر يا سيدي ولا يهمك خلاص يا ابو تالا خليه خذ راحته والله يسعدك والله مدير بنك بإذن الله اسمع الصورة أنا مش هنشرها على الفيس أوكي. أنا هنشرها على الرباني دق الباني دق الباني أبو تالا الله يسعدك سلام عليكم هلا هلا سيدي هلا هلا أسفين على عطلي هلا سيدي هلا حبيبنا أبو تالا عادي مش الليلة مش أنا بعتذر منك كثير كثير كنا والله نسينا الموضوع أنا حاسك زعلان مني بالله عليك أنت اللي مفرحنا يا فنان بالله عليك ما تزعل انا اللي زعلت منك يا ابو تالا وانت واحد بيعرفك هاي الفنانين صح تفضل شوف التواضع يا زلمه احنا الجمهور تبعه ولا لا يا ابو السلمان شرب على راسي على راسي حبيبنا يا ابو تالا بدي سلامتك ناقصك شيء انت ناقصك شيء لا سلامتك خلص على راسي شكرا اذا بدك شيء بساله ان شاء الله طيب ما حكيت لي رقم البزنس اسمع عرفتني انا يوم حفله المدرج الروماني بال2004 اذا كنت فاكر كان في شاب لابس شباح اسود انا يا ابو تالا بنشتغل احنا قاعدين يا ابو تالا بس في الحفله اللي بعدها كان ابيض ما تذكرتني يا زلمه عالترشرش كنا يا جمويل الايام الحلوه في شيء جديد ان شاء الله في جديد ان شاء الله انا بديش ازعجكم خلاص توكل على الله ابو تالا بقدس وقت العمل يعطيك العافيه توكل على الله المهم مش مشكله كمل لي رقمك 079 079 ثلاث خمسات تمام التمام اسمع حق العصير انا مش بحاسبك عليه هاي عشان الفنان بس سلام عليك فنان باذن الله في بيننا لقاءات راح تكون ان شاء الله عليك حاسس توكل على الله يا ابو تالا سلام عليكم اي بلشت يحلو بلش يحلو الجو رقم حسين السلمان شخصيا معك يا ابو تالا اي والله بلشت يحلو دقيقه
خل نمشي على الفنان. خصوصا الحفل 100%. وانت ما تحكي الهم، عندي موضوعك وتوكل على الله. بس بعد اذنك جاني تلفون. الو الو، معك ابو تتا 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 يا زلمه، شو مالك ما عرفتني؟ مين ابو تالا؟ عفوا، بيننا عصير ومصاص يا ابو سلمان، لحق تنسى؟ طبعا طبعا ابو تالا تذكرتك، بس عفوا من وين جبت رقمي؟ يا زلمه هل يخفى القمر؟ رقمك ولا في اسهل منه، مش زي عداد المي اللي معي. يلا يا سيدي فنان، بيطلع له والله بيطلع له. اسمع، انا رقمك حفظته مستحيل انساه يا زلمه، انا صرت حافظ اكثر من رقم الوطني. ابو تالا انا كثير مشغول، شلون بقدر اخدمك؟ انهي حبيبي يا ابو سلمان. لا والله، بس انا بدي منك بوالي صغير، لانه عندي مشوار على صيفي والراديو في السياره خربان، فبدي افتح سبيكر وغني لنا انت. ابو تالا حبيبي، انا حاليا مشغول وبستنى تلفون على نار، ما بدي يكون تلفوني مشغول. اذا سمحت انهي وبحكي معك بعدين، اوكي؟ وهي بلوك بده يجنني، انا اسف حقك علي. ما توقعت يحبني بهالسرعه، قسما بالله يا ابو تالا انك بتنحب. ليش الحكي؟ ترفع الهند بتخش على قلب الانسان خلاص. وبلشت يا حلاو، بلش يا حلاو الجو. شو معلم، فاضي؟ فاضي. طب انزل خلينا نسولف لنا شوي. أقوس أقوس أقوس. اسمع، عشان نكمل هالمشوار، اذا بترجع بتمزح بدي انزل وجهك كفوف. امي بتحكي لي ما في اخف من دمك يا زلمه. هاي مشكلتنا مع الامهات، يعني معلم انت اللي زيك يمزحش، مش تنمرا لا والله، بس كل واحد حسب امكانياته سيدي. هسا اللي زيي مزبط يغني؟ لا طبعا. فشرت عينك، ولك مش عارف مين انا؟ لا والله بعرفش مين انت. ولك انا صديق الفنان حسين السلمان، الروح بالروح. حسين السلمان مره واحده. ولك اخوي بالرضاعه حسين. الله اكبر. انت من المشككين؟ اه. هسا مش بدي اخزق عينيك، بدي اخزق دنياك بموالي من الفنان حسين السلمان شخصيا. طب تفضل خزق. دقيقه بس. ايه شبطت بلوك يا ابو سلمان. اسمع، بدي ارن عليه من تليفونك، رفض الرصيد. تفضل. هات اقول هذا اللي ناقص. ما هو هسه بس تسمع صوته بعدين بنحكي. سمعنا. ستة وتا. بس بدك تفتح سبيكر، بدي اسمع. الحمد لله الحفلة كانت 100% وتوكل على الله. بعد اذنك بس جاي تلفون. الو الو، الفنان حسين السلمان؟ نعم معك حسين السلمان. سميع، وبيطلع له بيطلع له حسون الزين، بيطلع له. حسوني حبيبي، كيف حالك؟ ابو تالا يتحدى. ابو تالا تفضل، ايش بدك؟ ايش يا زلمتي؟ ولك هيك من امبارح ما بتسال عن اخوك؟ ابو تالا يا رجل اني مشغول. اسمع، الشاب اللي معي من عشاقك. يا بي شو بيموت عليك، الالتراس تبع حسين عرفته؟ عرفتني. قول له والله ما عارف. طب اسمع بالله عليك، بس بدي اخزق دليف موال، ترشرش سريع. يا رجل ارحمني، جنني. بقول لك بستنى تلفون مهم، يعني اقول لك حياتي موقفه على التلفون. ماشي حسوني، ماشي حسوني. اسمع، اليوم اجيك انا ولا تجيني ولا ايش الترتيب؟ هذا بده تسكير وجه وخط، افكني منه وانا اسف. حقك علي. شريان باي، شو سمعت صوت السلمان؟ سمعنا صوت السلمان. فعلا انك واحد حيوان. طب وين الموال؟ ايش الموال؟ 5 ليرات تقلي الدم زياده على العداد. عبرنا يا مدمرنا، وين طريقك؟ على المريخ لو سمحت. على المريخ؟ لا والله مش بطريقي للأسف. ليش، وين طريقك؟ أنا رايح على القمر. الله يجيبك يا طولة البال. إسماعيل إسماعيل يا أبو السلمان، هاي جديد جديد ناسي هسه طاسة. يا والقلبي يا والقلبي. الله عليك يا أبو السلمان. إسماعيل، أنت بتعرفي الفنان حسين السلمان؟ ليش، مين ما بيعرف الفنان حسين السلمان؟ محسوبك بمثابة مدير أعماله. بالله جد؟ بتحبي أرنلك على الفنان؟ حاسك مش مصدقة لأنه يعني؟ أعطيني تليفونك، أعطيني تليفونك. شو بدك فيه؟ إيش من إيش خايفة؟ بدي أرن على حسين السلمان من تليفونك. هات. ماشي هات. نشوف. بيرجف بيرجف.
لا هذا رقمي عشان يضل عندي. هسه بدي ارن لك على الفنان. عالسبيكر هي. الو؟ ابو السلمان تحياتي، حسوني ابو تالا معك. ابو تالا اهدى، وانت كل شيء تطلع لي. هلا والله، هلا هلا هلا. اسمع قسما بالله طلعت معي زبوني يا زلمه بدها تقطع شعرها قد ما بتحبك، بتموت عليك. يا ابو تالا رجاء لا تتصل علي، بستنى مكالمه ضروريه اذا سمحت. اسمع تغني لنا بس موال حب حزيني هيك لانه شكلنا خلص. يا هذا بتجنني، هاي بلوك وهذا التليفون وانا مش فاضي لك يا عمي. ماشي حبيبي، اسمع انا راح اخذ رقم الصبيه عشان ما شاء الله للكليب الجديد. خلص ماشي حبيبي يا سلمانو، على راسي يا كبير. ماشي ماشي، ترنش كثير على راسي. هلا سلامات. تعمل لي بلوك يا ابو السلمان كمان مره. الو. وليلتين وليله واحنا رنينا ليلتين وليله. يا حول الله. تفضل سيدي تفضل. يا زلمه احلى تحيه للي شارك الاردنيين باعراسهم ودفكاتهم وحفلاتهم. ابو تالا يتحدث، ايش عسوني؟ يا زلمه شو بدك؟ اي ابو السلمان، وانا بدي اياك بخدمه صغيره حبيبي. كمان هو صار بيناتنا خدمات كمان؟ يا سلام، انت ماخذ علي زياده ملاحظ. والله والله يا ابو السلمان لو ما الموضوع حالي انسانيه ما رديت لك بهيك وقت. حدا برن حدا بالليل وحالي انسانيه زم انهي. لا يا ابو السلمان لا، تكبر على الجمهور، الجمهور اللي طلعك والجمهور اللي بنزلك ولا ناسي؟ خلاص انت والجمهور. ما يؤمر عليك ظالم يا ابو السلمان، بس ابن الجيران الصغير اللي عندنا مسكين الولد يعني بصابح ماشي تعبان يعني معه المرض طلع عداك اللهم اعفينا. فبس امنية حياته الوحيدة كلها انه يشوفك يا ابو السلمان. طيب طيب ابو تالا، خير 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 ان شاء الله، الله يشفيه يا رب. حاضر حاضر ابو تالا حاضر. هذا هو ابو السلمان الاصلي اللي بعرفه. خلص معلم، انت شل البلوك عن الارقام الثانية وسجل الرقم هات عندك. ماشي ماشي ابو تالا، ولا يهمك، خلص حصل خير وراح اشيل البلوك عنك وخلص. ابشر ابشر. ماشي حبيبي، انا بحكي معاك ومرتبها بكره الصبح باذن الله. سلامات يا حبيبي، في امان الله. ابو سلمان ولك ترشرش بس هالمساء. سلامات يا حبيبي. باي. والله يا اخوي ابو سلمان انك بلسم بلسم، الله يقدرنا على فعل الخير. بس انا ابو تالا جفلتني يا زلمه. وفاء ما عندك؟ انت جاي تغني يا زلمه، وينك لهسه؟ والله تاخرت، ازمه حقك علي. يلا اطلع اطلع انت معي يا رجل. لا ما شو اطلع معك يا زلمه، قسما بالله لو انا شفت سيارتك لسرقها بدك انزلها على الحاره هيك اطلع. انا شو غلبني رديت عليك من الاول؟ بدك تجنني؟ اصفر اخضر انا جاهز. هلا بالسلمانو. شو السلاحف هاي؟ تفضل. قسما بالله انك منور يا نجيب. في ميزان حسناتك كله هاد ان شاء الله ابو تالا، بس كيف بنفوت على الجماعه وايدينا فاضيه؟ شو رايك انت؟ لا يا ابو السلمان يا زلمه، جنتك احلى هديه. خلينا نجيب لنا ورد ونرجع يا زلمه. انت وردتنا ابو السلمان، مالك يا زلمه؟ احلى فنان في البلد. انت رح تورطنا؟ لا لا تفضل. 10 دقائق وبنطلع يا زلمه. زياره فريد دقيقتين دقيقتين يا دوب. مش ساعتين دقيقتين. تفضل ابو السلمان. انا بالفنان. انت ورطتنا اصلا. انا بالفنان والله. وصل وصل. Yeah.
اي شو هالحفلة يا فنان؟ قسما بالله احلى حفلة بتعملها من 20 سنة. ابو تالا هاي هي الحالة الانسانية؟ شو عامل لك يا عمي؟ اول ما شافك دبت فيه الروح يا فنان من المحبة. مين وزك علي انت؟ انا؟ امين. والله انا من جمهورك. ابو تالا اذا سمحت ولا كلمة عسيارتي نزلني. والله طب نكسبك على العشاء. بس على راس على راس. خلاص حاضر حاضر. عسيارتي. يلي خلاص عسيارتي وما في قدام. وفا ما عندك يلي. يا رجل وين ما اخذني؟ ايه؟ مش هون صفيت. مش هون صفيت بس يا ابو السلمان اجتنا سب وبنقول لها لا. يا ابو تالا ما اتفقنا. انت بس رد علي بس. يا زلمة وين؟ دقيقة دقيقة بس دقيقة. يا اخوان حسين السلمان وصل. سلام شو هالسؤال؟ طب بس اقول لك بس سبوبي يا ابو السلمان انا بشتيها. ما اتفق يا شباب وين ابو السلمان؟ بقول إن هذا حسين السلمان. يا حسين وينك في يا طيب؟ قاعد ندورك. هلا تعال أمرك. هلا هلا شلونك؟ هلا حبيبي. تكفى ناديني حسين السلمان بوقع وياه. حسين السلمان نادي. أبو تالا وين؟ أبو تالا وين؟ لا أي شيء بدك إياه من الفنان تحكي معي. ليش حاجيك أنت؟ أنا مدير أعماله وقعت معه اليوم. شلون كذي؟ أنا صار أسبوع أدورة أنت ويك ويه توقيع؟ لا أنت من المشككين. دقيقة وي... هاي بس عشان أشكالك أخذتك عينيها. طلع مدير أعمال الفنان حسين السلمان توقيعه وبصمته. أنا بموت في جمع التوقيع. ممكن توقع لي؟ على طول. والله مدير بنك. زين زين حصل خير إن شاء الله. حياك. توكلنا على الله. حياك الله. بس سيدي القبض بالدولار طال عمرك. تامر تامر أبو السلمان إجيتك. شكرا اخوان شكرا ما قصرتوا. الله حيا حيا الله. هلا بالقرابة. حياك الله. ها نفاقح المشاردة. يا زلمة هون في افتتاح يا زلمة روح. يلا يا شباب. افتح تح 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 افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق بقاب عباب الحارة في سيارة موتورها كحل الشاب طيار اسأل عنه بقولك وهي تروح على البزنس ولا ملاهي ولا ملاهي ألماني ألماني والفرنسي مش ياباني والهندي مش طلياني أقوم تقعد مكاني لا تقولي لكاني ولا ماني احضر يا فنو بلمي